Hi guys, فيديو جديد وحلقة جديدة. طبعا اليوم عملنا فيلم جديد احنا الصوت هذا لي. انا اللي قررت اعمل التجديد اني دائما احنا من العادة العادة يعني من عادتنا ندخل هذا. اليوم نجرب ادخل هذا ممكن يكون شيء يعني افضل. اوكي هنا اللي ما يفهم يعني شيء بسيط، لا تكتب هذا الشيء، هذا الشيء خليك تموت تكتب كل شيء. لا لا حبيبي لازم تضغط هذا. نضغط على الفايف بلاير يدخلك هذه القائمة اللي دائما دخلني لكن لازم تدخلنا بس الفايف. لازم ننتظر للأسف عشان كذا أنا أفضل ألعبها قدامكم. أنا كثير صعب. قلت ليش شخلني أنا نو فريند فيت. لا 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 والله ما أعرف اللوكيشن، والله ما أعرف. تخيلوا دخلوا جاني كبير ندخلوا. يلا نجيب نكتب أي شيء. شوف في حدا اللي بيكون موجود بس يردنا. لا للأسف والله كنت أبغى ألعب هذا السكين. فاليوم راح نلعب فيه لا تخافوا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما بيورك كل حياتي. شكرا كل شيء. إذا تحبون أعطونا دعم نحط الصورة كذا كيوت. ندخل أريكم الأشخاص اللي حيدخلون. عرب عرب هندي أتوقع أجنبي ما أعرف شو هاي أحكي في عنا. ما يحب يقولون شكل هذا حلو سكندات. ما يعرف عندما ياخذ سكن في مره كيوت. لا تنتبهون على ولا شيء ولا شيء ولا شيء. لا تنتبهون على شيء كانه ولا شيء قدامكم. كيف خايز ونت ضبط معلق. لا لا تنتبهون على شيء ولا شيء ولا شيء. ما شو هذا معلق صح معلق. تبغى ولا شيء تبغى على فقط هذا. شو كيوت بتو. اوكي الله عندنا تكون هذا مو حلو ابدا ولا هذه ابدا. هذه انت لو والله ما اعرف اتوقع خلصت خلصت كذا يعني اتوقع قدر يكون بلعبتين مرة لعبة ومرة لعبة ما اعرف. طبعا وش هذا ما اعرف. هذا يلحقني لا هالمره مو فريقي. المره هذا اللي بيلحقني دائما هو وهذا اللي يقدرون تعرف صار نيندي يعني شويه بس شويه. وهذا يعني ما ما خربت الدنيا. الله القوه ما شاء الله ما شاء الله يا الله مجنونين كيوت. تعال تعال اوكي يا جماعة اوكي يا جماعة قاعد الحين العب شو هذا يسوي. اوكي 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 انا الحين هدفينا ما عليكم يا اخوي في حلقة اشتري انا الحين ابي انا اشتري الا هذا حقيقة لا او اجدد هذا ما مصدقة شددته. او ماي جاد ما مصدقة ما مصدقة والله ما مصدقة
جنب الناس. خلينا نجلد واحد. اجلد هذا عنده. بسرعة 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 لحد الحين بس 5 اللي ماتوا. وات طاق يا زمان ماني عارفة وش اسوي الحين بالضبط. شو اسوي؟ بعد جهد لم استطع الفوز لأنها فريقية كان فاشل. بالرياضة يقدر لي إنه لاعب ملك اللي عندي يقدر من هو فشل هو فشل. فلهذا لم أستطع ولكنني لم أستطع وقلت فريق فاشل. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. كلا لازم نطخها. تشيكي تشيكي باك. خلاص صح كل شيء تمام كل شيء. بعد هذا كله استطعت اني اخبي الشاشة. قلت اني انا استطيع الفن. قلت اعمل لكل الرينك وارجع. ورجعت الجيم مع ان فريقي كان يبي يفوز بس اسفة. الفريق والميزه بالنتيجة وادخل قيم. واخيرا يا جماعة فزنا عليهم بعد جهد. وانا يعني وقف الفيديو يعني شوية بس يعني عشان نعدي لان طولنا كثير وما يصير نطول بنفس العادة. اني انا مثل قلت لكم ان شاء الله الجيم الجاي جاي جاي يعني ما اعرف هلعبكم بذاك السكن. اتوقع اني فتحت هذا السكن. او ماي جاد او ماي جاد كنت العب هذا السكن الجني. بسم الله كي او ماي جاد او ماي جاد. شوف حبيبي شو انت شو انت. شكرا انت وسع الفلوس والله يعدك. بقتلو بي او ماي جاد. وبس هذا نهاية مقطعنا بشكل كامل. اتمنى عجبكم الفيديو اتمنى لايك وشير وما ننسى سبسكرايب. وانا كثير كذا love you. اوكي باي. بدي نسيكم هنلعب هذا السكن لا تخافون طبعا ما وين السكن لو سمعتوا هذا كيوت رح نلعب فيه بس بس بس, بس بدنا 5 بلايرز يدخل الجيم. ومع السلامة باي.